دائما بكل بيت في الصيدلية المنزلية، هي الصيدلية تعودنا نحن نحط فيها خلينا نقول أدوية بسيطة، أدوية مسكنات، ممكن نحط خافض حرارة، ميزان حرارة، بلاستر، هدول القصص، وقد ايه مهم موجودة بالبيت عفاف؟ مزبوط رشا، خصوصا بحالات الطوارئ، يعني نحن بتصير عندنا عوارض ما بنعرف نحن شو بدنا ناخذ، لازم يكون موجود عندنا أدوية لحالات إسعافية مثل ما بنقول، ويكون استخدامها صح وما لها أي تأثيرات سلبية. لحتى نحكي عن هي التفاصيل معنا الصيدلانية بيان محمد الفرع، عضو الهيئة العامة لفرع دمشق لنقابة الصيادلة. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير بيان. أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم كونه نحن عم نحكي عن قطاع صحي، قطاع أدوية، ونحن اليوم ضمن كارثة، فخلينا نطلع هيك شوي فورا. اليوم نحن ضمن محافظات السورية وضمن مراكز الإيواء، ضمن المستشفيات. اليوم إذا حبينا نوجه صيدلية منزلية أو صيدلية متحركة خلينا نقول لأهالينا ضمن المحافظات، شو أهم اليوم الموجودات مفروض يكونوا ضمن هيئة الصيدلية؟ أول شيء سعد صباحكم. صباح الخير. رحمة للشهداء، وإن شاء الله هيك الأمور بانفراج إن شاء الله يا رب. الصيدلية المنزلية مثل ما قالت هي شيء كتير ضروري تواجدها بالمنزل. عم نحكي كخافضات حرارة للأطفال، مسكنات، أدوية مغص، بلاستر، تجهيزات، هدول ضمن التجهيزات الطبية أكثر ما هي دوائية، قطن، شاش، يعني هي الأمور يلي بدها تعمل كنترول على البيت للحالات بنسميها اللي جدا بسيطة. نعم. مثل ما تفضلتي إذا بدنا ننقلها بقى لخارج المنزل، اليوم نحن كلاتنا شايفين بظل هالشيء اللي صار التضرر كبير نفسيا جسديا، في عنا حالات إسعافية، حالات المشافي عم تحاول تغطيها، لكن إذا بنعمل نظرة للمبادرات الفردية والجمعيات مشكورة يلي عم تنعمل مد هالمراكز صحيح. بالأدوية، فكتير عم نسأل إنه شو الأدوية اللي نبعتها، وكتير عم نتفاجأ بالأدوية اللي عم توصل مثلاً لإيدين الصيادلة اللي عم تفرز ما قبل الإرسال إنه فيها أغلاط، يعني ما هذا الدواء مو لهي الحالات. اليوم بدنا نحس النية أكيد طبعاً يعني أكيد، بس اليوم أي حدا فينا عم يحاول ساهم ولو بشيء بسيط طبعاً يعني. طبعاً اليوم أنت أي حبة عم تبعتيها هي لها قيمتها صحيح. لكن إحنا بدنا نبعت الشيء بمكانه الصحيح مشان ما يصير أي استخدامات خطأ. أكيد في تنسيق بين الجهات هون والجهات الموجودة اللي عم توزع الأدوية هنيك، لكن أهم الشيء اللي بده يصل هو خفضات حرارة للأطفال بشكل رئيسي، مسكنات، مضادات وزمة، لأنه أغلبهم معرض لردود خصوصية اللي من آمين من تحت الأنقاض، هذا الشيء اليوم بعضهم بالمشافي بعضهم الله يعافيهم. نعم. شيء لسه عنا في آلام، في ردود، في كدمات، فنحن أهم شيء بدنا خفضات حرارة، مضادات وزمة. بدنا ننظر لموضوع الكبار يلي عندهم أدوية مزمنة، يعني عندنا نحن صحة لطارئة بس في أشخاص طلعت عندهم أمراض سابقة تمام، عندها أدوية مزمنة، ضغط، سكر، في أدوية تقريبا 80% من الشعب بياخدها، فنحن بدنا نعتني بفئة وزمر معينة من الأدوية بإرسالها كرمال تعمل تغطية قدر الإمكان. وطبعا نحن بتنسيق مع يعني اصدقائنا والفرق اللي موجوده بالمناطق المنكوبه عم تجينا قوائم على الشام انه شو هي الادويه يلي نحن لسه بدنا امداد فيها اذا كان في اكثر خصوصيه. من خلال الوضع الكارثي يلي صار ما حدا اكيد حاسب حسابه يكون عنده الدواء يلي بيحتاجه وما بيعرف شو ممكن ياخذ، صارت حالات حروق او اختناق او نزف، هون شو لازم نحن، شو هي الادويه يلي لازم نستخدمها بهيك حالات؟ سواء بهي الحالة أو بغير حالات، بعض الأدوية ممكن تواجدها دائما بالبيوت. بالنسبة للحروق هو بالدرجة الأولى قبل الأدوية هو أي حالة حرق بالمطبخ. طبعا نحن الحروق مثل ما معروف درجات، أول شيء بدنا نحط المكان الحرق تحت مي باردة، يعني يمشي عليه مي باردة لفترة وقت منيحة لحتى نبرد الأنسجة. ثانيا في عنا كريمات خاصه بالحروق، هي مفروض تتواجد بكل منزل، يعني حتى ست البيت هي ببيتك كلياتنا في ناس بيحطوا زيت طحين، هي بتزيد المشكله، الزيت حيزيد حراره المنطقه، الطحين حتعذبي اذا صارت القصه بدرجات، يعني غلط هذا الشيء. لا بده يصير في يعني اشط انسجه، يعني حرام هذا البن وهذا الطحين، هذا كلياته عم تعذبي المسعف يلي بالمشفى. فلا هي كريمات الحروق طبعا، الحرق وقت يبلش يشكل فقاعات وهيك بنفضل يعني بنفضل بقى يروح لمشفى لطبيب، لانه في اجراءات خاصه ممكن ينطلب انتي بايوتيك، ممكن ينطلب صادات حيويه لاجل الحرق. اما بحالات الاختناق اهم شيء نحن طول ما الشخص عم نشوفه عم يتنفس
فنحن لساتنا بأمان. مجرد شفناه في إزرقاق بالوجه في حالات يعني واضح عليه هون بقى أكيد بدنا نلجأ لمشافي مسعفين. إضافة في عنا تسمم ممكن يكون بغازات كمان، هي كلها تستدعي مشافي، يعني ما فينا نقول دواء بالبيت. يعني صحيح. ما في شيء ممكن انه ينقذه شيء اسعافي، يعني اذا كان هو بعيد وصار عنده مثلا اكسجين اكثر او زفير اكثر ما فيه يعمل شيء بالبيت. هلا هون هي حالات في عندك مثلا شيء اسمه فرط تهويه، فرط التهويه بس بدك مين يشخص الحاله بلحظتها فرط تهويه، بدل ما اذا بتعطيه اكسجين بيموت، بدك تعطيه بالعكس سي او 2، بدك تخليه بدك تحطي له كيس. تمام. فحسب الحالة هون، بس نحن كفكرة اختناق انه في شيء واقف بالحلق، في شيء مزرق، او اذا هو مريض ربو ولا لا، مريض ربو اذا عندنا نحن حالة مريض ربو بالبيت ضروري يكون في بخاخات تركيبة العلمي دائما بسموه السلبوتامول. نعم. السلبوتامول هذا كتير ضروري تواجده ببيت اي حدا في ربو، لانه هو فعلا بيفرج ثورة الربو بشكل آني من هون لننقله على المشفى. يعني هي الشغلات البسيطة، اي شيء بيتعدى الازرقاق والاختناق اكثر من هيك صار بده اسعاف. هو بيان هدول المعلومات الطبيه الخاطئه عم تكون مشكله وعم يكون نتائجها سلبيه على جارتي قالت لي خذي هذا الدواء، فلان جرب هذا الدواء وزبط، اليوم بجوز زبط على هذا الشخص، ولكن نحن من طبيعه اجسام بتختلف. بحالات الطوارئ بحالات الخوف احيانا نضطر انه نروح ناخذ ادويه بغير اسم بسبب الخوف، يعني احيانا بنروح بناخذ ادويه خاصه مدتها. خلينا نحكي على الاثار السلبيه اللي ممكن تسببها، هل الجسم اليوم قادر انه يطرحها بعد 24 ساعه او ممكن تسبب تلف بخلايا الجسم؟ دائما هذا الجواب بيحكمه هو الطبيعه الفيزيائيه والكيميائيه للدواء. في ادويه ممكن، يعني انا امبارح اجاني تليفون انه وحده عطت ابنها الصغير الدواء نفسه بس تبع ابوه، يعني بجرعه اعلى. هون الجواب بده يكون ما فيني الا خديها على المشفى ورقبها وخليها تجن، لا بدي اسالها شو الدواء، شوف هو انه قديش الجرعه، يعني هون بقى بدها نسبه شوي الزياده، نسبه الزياده يلي اخذتها. نعم. وشو هو الدواء، هل هو يا ترى دواء مثلا خافض ضغط الولد اخذ بالغلط ولا اكيد بده مشفى؟ طلع هلا امبارح كان الجواب هو مثلا دواء حساسيه، انا اوكي قلت له حينام زياده، حينا حتلاقي منع ناس زياده، بدي اساله شو الدواء. لكن فكره انه الوصف الناس لبعضها هو صراحه اللي كثير بفوتنا باغلاط. كثير في ادويه هي ممكن انت بتشوفيها مسكن بس انا بشوفها مصيبه طبيعه جسم، مو لانه طبيعه جسم، لانه هذا الدواء لا يؤخذ الا بحال هو يسكن العصب، بس هو لانه دواء عصبي بس هو ما انه مسكن. طبيعه الاجسام بتلعب دور، طبيعه الدواء بتلعب دور، تأثيرات. في ادويه ممكن تضل 4 أو 5 شهور لتنطرح من الجسم. الاستجابة للدواء كمان ممكن في أجسام ما بتستجيب أكيد للأدوية، أكيد في أجسام ما بتستجيب وفي أجسام استجابتها بتبقى يعني تفاعلها مع الموضوع أعلى. ودليل ذلك أنت ممكن تاخدي دواء التهاب ما تتحسسي منه، وأنا أخده نفسه وبنفس الجرعة وتحسس منه وأطفح ويضيق نفسي. كتير في عنا أدوية التهاب ممكن تتاخدي ومنشوفها بال يعني من الأخطاء الكبيرة أنه بياخدوا إبرة الالتهاب مثلا، والله جارتها بتاخد لياها اخذتيها قبل هالمره بتقول ايه هون لازم يعملوا فحص حساسيه، بيكون فحص تحسس، لكن اختبار تحسس بنسميه له اجراء معين، هالمره ما تحسست ممكن مره ثانيه اتحسس. فهذا نفس الدواء بس غير اجسام، انت جسمك تفاعل بطريقه وانا جسمي تفاعل بطريقه. في اجسام بتتعرض لحالات تسمم، يعني بصير عندنا نحن حاله تسمم من اكل من ادويه من اي شيء، فبنلجا بيقولوا انه اشربوا حليب لحتى تكتشفوا هذا الشيء او مي وملح، صحيح هذا الكلام ولا؟ دائما بتجينا هي الاسئله كثير على الصيدليات، انه او بيجينا تليفونات انه والله ابني مثلا صار عنده حاله تسمم ما شرب كلور، هي كثير يعني سمعانينا فكروا مي، المامي حاطه كاسه او سطل او قنينه فيها كلور، الولد فكره مي شربها. هون اكيد ما بفيده حليب، بدنا نسال شو الماده الدوائيه، لانه في مواد صفتها حمضيه، في مواد صفتها قلويه، حسب الصفات الفيزيائيه للماده بدي اعاكسها. فمثل مثلا اذا بعطيكي مثال تبع الكلور، هي اذا بحر شو بتقول لك الام خليه يتقيأ، جارتها طبعا بتقول لها، مو الام هي بتكون هلا هون ما لها بوعيها، بتقول لها جارتها خليه يتقيأ، اذا تقيأ عم زيد الطين بله. ليش؟ لانه الكلور ماده مخرشه. صح. انا وقت بدي طلعها عم برجع فوته من اول لجديد على المريض. هون شو لازم نعمل؟ هون مشفى وغسل. بس نحن اليوم عم نحكي بس بيان كلور او جميع المواد المخرشة يعني؟ يعني اليوم فيها نسبه مواد كيماويه، هي لانه صفتها الحمضيه عاليه، يعني هي بتهري مثل يعني العوام بيقولوا لها بتهري، هي الشغلات اللي بنشوفها بالبيت بتصير عاده. بيان خلينا نحكي اليوم من خلال مجال عملك وبخلال الازمه اللي عم نعيشها
حاليا وبظل الحصار على القطاع الدوائي في سوريا، شو اهم اليوم الادويه اللي نحن بحاجتها واللي اليوم عندنا صعوبه بتامينها؟ حليب الاطفال. عم نشوف مناشدات للاسف كثير على الفيسبوك، حليب اطفال بحاجه للبلاديه بحلب بجبله يعني بكل المحافظات. طيب في اليوم شو المشكله يعني انه الحصار بالدرجه الاولى، يعني اختلاف الصرف عم يعمل شوي مشاكل بالاستيراد. الحصار برجع بقول لك يعني هو كان الصراحه مو بس بحليب الاطفال، باهم الادويه يلي نحن ممكن تكون السرطانيه، يعني نحن بس ما عم نحكي حليب اطفال، مواد ادويه سرطانيه، مو بس حتى ادويه ضغط وسكر، انقطاعات كبيره بتصير تفرج فترة اكثر، ارتفاعات وانقطاعات، يعني مو بس انقطاع، اليوم في عم يترافع ارتفاع كثير باسعار الادويه. صحيح يعني. لانه عم تصير الكلفه الانتاجيه كثير عاليه، استيراد المواد عم يعاني من كثير مشاكل، عم يعاني من صعوبات. المعمل بيقول لك انا هون صار عندي زياده يعني نفقات وضغط. تمام. طبعا نحن بنحب ننوه من خلالكم انه اي ارتفاع اسعار هو تابع لوزاره الصحه، لا يعني اي نشرات بتطلع هي من وزير الصحه، من وزاره الصحه بتطلع. فهون هي القصه صحيه هي مزعجه ومؤلمه، لكن اليوم اذا ما صار هيك للاسف ما بصير توفر. عندنا حليب الاطفال عم نضل به المعاناه، بيطلع سعره وما بيتوفر. هلا وين المشكله؟ من خلالكم نتمنى انه يكون في يعني اجراء معين لتامينه، لانه فعلا في عندنا انقطاع كثير كبير فيه. أكيد نحن بنتمنى دائما الوفرة بالقطاع الطبي، يمكن هو من أهم القطاعات المفروض نحن خلينا نقول نكاتف الجهود لدعمها يعني. ودائما نحن بنروح للصناعة السورية، للأسف بآخر فترة صرنا نشوف فقدت الثقة بهي بالمنتج السوري، وصرنا نروح للمنتج الأجنبي يعني. اليوم هيك سريعا بيان، شو رايك بهي النقطه؟ يعني اليوم روحي على الصيدلي بيقول لك موجود سوري بس اذا بتلاقي الاجنبي خذيه افضل، هي اليوم موضوع تجاره او عن جد المنتج عم يكون افضل؟ تجاره حسب، اذا اجنبي كلمه اجنبي تحمل معنيين، اما هو مستورد يعني خاضع لتحاليل، خاضع لاستيراد معين من الدوله، اما اذا كلمه اجنبي وهو فايت بطريقه غير شرعيه طبعا غير موصول. واليوم أكيد. واليوم الرقابه عم تكون كثير حريصه على الادويه الوطنيه انه كثير ممتازه، بس هي فعلا ما فقدت الثقه، هي فعلا اليوم بعدها ولساتها بجودتها. ايه ولكن يعني اليوم فهم. يعني مثل ما قلت لك بتروحي بتلاقي النوعين موجودين، بتقفي بقول لك اذا معك خدي الاجنبي يعني. فنحن بنتمنى اليوم الدعم لكافه قطاعات الصحه ان شاء الله. قطاعات الصحه بس انا باكد جودتها وتوفر. موجوده، اذا اجنبي مستورد فهو طبعا الافضل، لكن اذا اجنبي مجهول المصدر ومجهول الدخول فاكيد هون انا ما بشجع له، لانه ما بتعرفي شلون فايت وين محطوط وكيف فايت، يعني ما بتعرفي كل احداثياته، فيا اجنبي مستورد او وطني صناعه وطنيه هو فعلا جوده موجوده، يعني الكلام حقيقه. اكيد بيان، شكرا لحضورك.